السلام عليكم اخواننا واخواتي الكرام، حياكم الله جميعا. معكم المهندس محمد بشار سمور من مدينه طرابزون. اليوم راح اعطيكم نبذه عن مشروع كثير حلو وممتاز في مدينه طرابزون. المشروع موجود في منطقه البوستره، تبعد عن الميدان تقريبا 2 كيلومتر الى 3 كيلومتر. المشروع عباره عن 10 مباني مثل ما انتم شايفين. راح اعطيكم نبذه عن المشروع. 10 مباني، المشروع بيخدم جميع فئات الاخوه اللي يبغون يشترون شقه. ليش؟ موجود فيه غرفه وصاله وغرفتين وصاله وثلاثه وصاله واربعه وصاله، وايضا موجود داخل المشروع مباني شقق دوبلكس. خلينا نتكلم عن المشروع وخدماته. موجود مسبح للرجال والنساء مغلق، باركينج تحت كل مبنى، باركينج مغلق للسيارات، حدائق، العاب، طريق طنجة المعروف في مدينة طرابزون يمر من هنا. يعني الطريق المشروع مقدم من ناحية كل قريب على الجامع، قريب على المشافي. موجود محلات تجارية، هون راح يكون في ماركت ومحلات تجارية داخل المشروع. مساحة المشروع كاملة عبارة عن 38 ألف متر مربع، يعني مساحة الصراحة ضخمة كتير بالنسبة لهيك مشروع في طرابزون. يعتبر من المشاريع الضخمة في مدينة طرابزون. 38 ألف متر مربع مساحة المشروع كاملة. ومساحات الشقق، خلينا نتكلم عن مساحات الشقق. مساحة الشقق غرفة وصالة تقريبا 100 متر مربع، غرفتين وصالة 120 متر مربع، ثلاثة وصالة تقريبا 160 متر مربع، الأربعة وصالة 200 متر مربع. طبعا بعطي المساحات تقريبيا، وإن شاء الله هلا راح أصور لكم نموذج شقة مثالية إن شاء الله تعالى، حتى تشوفوا الإطلالة وتشوفوا التشطيب الشقق. حاليا نحن في مدخل المبنى، صراحة تشطيب حلو كتير، رائع جدا. وهلا راح أصور لكم شقة نموذج خاصة منتهية إن شاء الله تعالى. كل مبنى فيه مصعدين، مصعد مساحته كتير كبيرة، يعني تقريبا مسع فيه 7 أشخاص براحة كاملة. حاليا راح اصور لكم شقة 3 غرف وصالة، مساحة 165 متر مربع. خلينا نبلش بالمطبخ. هاي الدولاب حق المطبخ، مساحة رائعة جدا مساحة المطبخ. ايضا موجودة بلكونة، ممكن تطلعوا لها من المطبخ وممكن تطلعوا لها من الصالة الرئيسية. هاي الإطلالة، إطلالة المشروع. مساحة البلكونة يعني رائعة جدا بالنسبة للمشاريع الموجودة في تركيا. مساحة تعتبر جيدة جدا، يعني العرب أهم شيء عندنا مساحة البلكونة والمطبخ والصالة. الجلسة هنا صراحة رائعة جدا، والبلكونة واسعة، يعني منظر رائع، بحر والخضار والطبيعة. والمنطقة هنا يعني أعطيكم معلومة، منطقة مرتفعة جدا، تعتبر أعلى المناطق في مدينة طرابزون، فلذلك الأجواء راح تكون هنا أجواء باردة. نحن حاليا موجودين بالصالة، مساحة الصالة تقريبا 35 متر مربع، بسع فيها غرفة جلوس وغرفة طعام براحة كاملة. أيضا الإطلالة، في نافذة هنا ونافذة هنا وبلكونة. خلينا نشوف الإطلالة من النافذة الأولى. وهي النافذة موجودة أيضا داخل الصالة، أيضا طالع على الطبيعة، وأيضا موجود البحر من هنا.
مثل ما قلت لكم ممكن نطلع من الصالة إلى البلكونة، ممكن من المطبخ أيضا نطلع، وأيضا من غرفة النوم أطفال ممكن يكون في مخرج للبلكونة الرئيسية. هنا غرفة الأطفال بين الصالة والمطبخ صغيرة، تقريبا مساحة 15 متر مربع. وهنا مثل ما كنتم شايفين مدخل الشقة الرئيسية عبارة عن سيراميك من النوعية الأولى. حاليا موجودين بغرفة الأطفال الثانية، تقريبا مساحتها أكبر من الغرفة الأولى اللي صورت لكم هي أول وحدة، مساحتها تقريبا 18 متر مربع. أيضا إطلالتها إطلالة على البحر والخضار والطبيعة. حاليا نحن في غرفة الماستر روم، نوعا ما مساحة مقبولة 20 متر تقريبا، موجود فيها حمام خاص، مغسلة زائد شاور. داخل غرفة الماستر روم ايضا موجود بلكونة صغيرة ممكن تكون منشأ للغسيل. الميزة هون تقصد تركوا بلكون هنا زجاج، تغطوا البلكونة كامل، إطالة مثل ما تشاهدون.